السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جيناكم بواش راهم يقولوا. اولا بيب غوارديولا حكى كلام رائع على رياض محرز في المؤتمر الصحفي زوج خطرات في بدايه المؤتمر وفي نهايه المؤتمر هدر، لانه سقساو على رحيم السلي قال لهم بصح عندي لا فلاني لا فلاني، قال لهم عندي رياض محرز وبدا يشكر في رياض محرز. بون دخلت نشوف واش راهم يقولوا تانيك على سعيد بن رحمه وعلى رياض محرز، لقيت واحد الصفحات على رياض محرز، يعني كي تلتب المنتخب لقيت واحد الصفحه تحكي لك باللي برشلونه ما برشلونه العلم عند الله خاوتي، لقيت راه نحطها لكم وخلاص هكذا. بون على برشلونه ما برشلونه، لقيت واحد الصفحه تحكي وقالت لك جبناها من فيتشاخي. بون ماشي فيتشاخي تاع فرنسا، فيتشاخي ماشي فيتشاخي تاع فرنسا وتاع اسبانيا اللي عندها زوج، نو فيتشاخي الخضراء هذيك تاع اسبانيا اللي واقيل من مالاغا، من مالاغا الله اعلم، ولا اسبانيوليه اسبانيوليه ما عندهاش دخل، راكو على بالكم فهمتكم دي خطره خاوتي، على فيتشاخي تاع فرنسا الزرقاء وفيتشاخي تاع اسبانيا اسبانيا الخضراء ماشي الزرقاء. حكات في الموضوع هذا بصح ماشي كيما كي كذبت الجريده الاخرى قالت لك باللي برشلونه يهتم وكذا. بون كاين تانيك على سعيد بن رحمه نهضروا عليه، ولقيت جريده تاع اسمهم ليستر سيتي تحكي على صفقه رياض محرز، يقول لك باللي شدوه كي يكون الاداء والارقام والاهداف كذا منا يولوا يتغناوا به، ولاو يتغناوا به، يقول لك باللي رياض محرز احسن صفقه في الدوري الانجليزي الممتاز. بون دوك نوصلوا نخليكم تسمعوا كاع ان شاء الله ونكملوا. بون نبداوها بيب غوارديولا الكلام الاولاني اللي هضروا على رياض محرز وفي الفوضين على كل حال، اسمعوا واش قال. Much better after it's a tight game. I was in the Premier League games against Southampton for the quality they have. So they're incredible, well organized. They provoke you to play frontal balls, and the frontal balls they are so aggressive. And of course they have a good build up. But after 2-1, second half we were much better. We played more in their own side, and at the end the quality from field and react did the difference. فهمت واش قال؟ بون بدا يحكي على واسمهم ساوثهامبتون، قال لك باللي يعني عندهم كيما نقولوا ملاح وكذا وما يهمنيش تما، عندهم كيما نقولوا منضبطين وكذا ويلعبوا ونعرفوهم في الدوري الانجليزي الممتاز كذا منا. قال لك بعد نتيجه 2-1 تحسننا بعد دخول رياض محرز، ويعني قال لك بعد دخول رياض محرز وفي الفوضين، قال لك الجوده اللي تصنع الفارق، الجودة اللي تصنع الفارق، أنا يقصد يهضر على رياض محرز وفي الفوضين، قال لك بعد دخول رياض محرز وفي الفوضين اللي عندهم الجودة اللي صنعت الفارق، صنعت الفارق، هذا هو اللي نحب أنا اللاعبين تاعنا يصنعوا الفارق مش يقعدوا غير يدوروا ويدوروا بالبالون، نسحق الفارق، الأهداف والأسيستات والخطورة أمام المرمى ما دام راك أتاكو، ما ديرش هذه الأمور ثلاثة ما راكش لاعب بالنسبة ليا. بون نجوا للدوزيام واش قال يا خوتي، اسمعوا مليح واش قال الدوزيام. كلام جد رائع كي سقساوه على رحيم ستيرلينغ، اسمع خويا. Yes, I don't have any doubt about Raheem. But at the same time, I have Jack, I have Phil, I have Riyad. You see the minutes that Riyad play. The impact of the team was massive for the quality, for many things. So, but Raheem deserves the best things he can. I said many times, so what we have done this season could not be have been possible without Raheem. Was an important player, but at the same time, so right now, never had this amount of quality, the huge talent I have up front in this season. بون بدا يحكي هنا من بعد مع الاخر رحيم السيلينغ ما نحكوش عليه ما يهمناش، لان سقساو على رحيم السيلينغ واش قال لهم. شوفوا نترجمها لكم خير بون بلا ما نكتب، لي رانا في الليل يا خاوتي ولا غير بزاف لي فيديو. قال لهم ليس لدي اي شك، كتبتها على كل حال، ليس لدي اي شك فيه، يعني في رحيم السيلينغ. واش قال لهم؟ قال لهم ولكن في نفس الوقت لدي جاك في الفوضين ورياض محرز. قال لهم كيما قولوا راك تشوف دخول رياض محرز او الدقائق اللي لعبها رياض محرز في الملعب كان تاثير الفريق هائلا بالنسبه للجوده للعديد من الاشياء على رياض محرز. قال له يعني راك تشوف غير لعب، وقلت لكم في الفيديو اللي فات قلت لكم لعب غير 36 دقيقه قدم اللي ما قدموش في 90 دقيقه، يعني الجوده حاول يتيري التهديد ماركا تمريرات لصحابه المراوغات غير في 36. وهذا واش راهو يقول فيه بيب غوارديولا؟ قال لك شو قال له شوف برك، قال له شوف برك كما نقولوا الدقائق اللي دخلها رياض محرز واش قدم فيها من تاثير على الفريق كامل كما نقولوا بالنسبه للجوده، الجوده اللي عنده والعديد من الاشياء، العديد من الاشياء المراوغات وليتير والحلول وكذا. الله يبارك، كلام رائع على رياض محرز. بو
قبل ما ندخلوا في واش راهم يقولوا على رياض محرز، هاي ديك اللي لقيتها راكم تشوفوا، هذه هي هاي اللي كنترجمها. واش يقول لك؟ يقال ان برشلونه سيتنافس مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس في السباق للتوقيع على رياض محرز من مانشستر سيتي. يقول لك فان وفقا لفيتشاخي الاسبانيه، ماشي الفرنسيه اللي قلت لكم عليها، هذه فيها بو، انا كي قريت فيتشاخي ولقيتها الاسبانيه غير طلعت لي الخضره فيها يعني نسبه، اما الفيتشاخي الاخرى ومن بعد كي لقيت دخلت الفيتشاخي لقيت واحد امر واحد اخر يحكوا في نفس الموضوع، يحكوا على كل شيء. واش يقول لك فيتشاخي كما راكم تشوفوا فيها لهنايا؟ يقول لك وسمو مانشستر سيتي هو المرشح للتعاقد، يحكوا يقول لك هاي لي الوجهات الثلاثه المحتمله لرياض محرز: الاموال التي سيدفعها سيتي مقابل هالاند سيجبرهم كما قلوا على التخلص من احد افضل لاعبيهم لطالما كانت هذه الفرق الثلاثه مهتمه بمحرز. يعني هنا في تشاخي كي تفهم العنوان بلا ما نزيد نقرا لكم، مانشستر سيتي هو المرشح الواحد للتعاقد مع اسمه ايريك هالاند، ستكون العمليه بالنسبه للنرويجي حوالي 300 مليون يورو، لذلك يمكن للسيتي اجراء بعض عمليات البيع. قال بيب غوارديولا راح نبيعه، العلم عند الله شكون اللي راح يبيعه. رياض محرز هي واحده من اكثر الاصول قيمه لديك، يعني رياض محرز اللي يجيب لك سومه مليحه ويتبع لك. باريس سان جيرمان يقول لك قبل اسابيع قليله افادت البوابه الفرنسيه فوت ميركاتو الخروطو اللي قلت لكم عليها، هذه اللي ما نامنش بها. يقول لك ومن بعد يحكوا لك باللي برشلونه اهتمت برياض محرز، يوفنتوس اهتمت برياض محرز، ممكن جدا يبيعوه باش يجيبوا هالاند. هذه حكايه، ما قالكش باللي راهم كيما قالت الاولانيه، قال لك راهم يجروا يتصارعوا باش يجيبوه. هذه راهي تعطي احتمالات راح يجيبوا هالاند، ممكن جدا يبيعوا رياض محرز، لان كاين انديه كثيره اللي راهي مهتمه به، ورياض محرز راه يقدم في اداء عالمي هذا الموسم اللي صح الانديه تعشق باش تديها. وقالها بيب غوارديولا، بيب غوارديولا بالك كان يبيع فيها في المؤتمر الصحفي قصه اللي دار على رياض محرز، قال لهم الكثير من الانديه تتمناه، بدا كيما قالوا يدير له بيبليسيتي، قال لك اللاعب كيما هذا ما تلقاش في عديد من الانديه، العلم عند الله. بو نجو لهذه سكاي سبورت، هذه باش ما نطولش على خوتي، كيما راكم تشوفوا التقارير من مباراه ربع النهائي كاس الاتحاد الانجليزي بين ساوثهامبتون ومانشستر سيتي على باب طططا واسمه. يقول لك على ملعب طططا، حيث تبقى اهداف الشوط الثاني من كيفين دي بروين وفيل فودين ورياض محرز امام مانشستر سيتي في التحقيق. ما يهمنيش واش هضروا على الاخرين، يقول لك مع ذلك تحرك وين راهي، نحوس غير على رياض محرز. هاي لك رياض محرز، هاي لك ان سجل كيفين دي بروين ركله جزاء واضاف البديل فودين الهدف الثالث بتسديده رائعه من حافه المنطقه، ثم سجل رياض محرز في نهايه حركه رائعه. هذا كلام نجو تاع ليستر سيتي اللي قلت لكم دارت، قال لك جاري لينكر يصدر بيانا هاما بشان صفقه انتقال ليستر سيتي، ساعد رياض محرز ليستر سيتي على تطاطاناني. يقول لك يعتقد جاري لينكر ان نجم ليستر سيتي السابق رياض محرز هو افضل توقيع في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، وقع الجناح على التعالف تتطاوم. بعد يبداو يحكوا لك، يقول لك امضى اربع سنوات ويبداو يطبلوا، لان هذه الصفحه تاع ليستر راهي فرحانه بلك افضل، راهو يقول لهم رياض محرز هو افضل توقيع في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز. كلام من اروع ما يكون، اسك حقيقي ولا لا، ولكن كلام من اروع ما يكون يقولوه لي زونغلي على وليدنا، الله يبارك. بون نجو سعيد بن رحمه باش ما نطولش على خوتي، سعيد بن رحمه راكم تشوفوا ويست هام زون هذه واش تقول لك؟ تقول لك جيمي ريدناب سعيد بن رحمه يلعب وكانه غير مهتم بويست هام ضد توتنهام. شوفوا هنا ماشي كان يقصد سيء، انا كي قريت العنوان تفاجئت كي الاداء اللي قدموا اليوم، تقول لي كان يعني كان كانه غير مهتم بويست هام، لكن كي قريت فهم، قال لك تأثر جيمي ريندرت بأداء سعيد بن رحمة الغريزي عندما سجل مهاجم ويست هام في مرمى توتنهام يوم الأحد، يعني كان مؤثر بالهدف تاع سعيد بن رحمة. سجل سعيد بن رحمة 26 عاما هدفه التاسع هذا الموسم قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث تسلل إلى القائم الخلفي من ثم ترك ريندب لاعب توتنهام السابق وهو يهدي بالطريقه التي خدع بها بن رحمه مدافعي
أنطونيو كونتي من خلال التصرف كما لو أنه لم يكن مهتما قبل تسجيل هدفه. يعني وش يقول لك؟ يقول لك سعيد بن رحمة قبل ما يسجل الهدف كان خارج، ما كان كما قلوا تسلل لهم كيديب كيتعلب وخطف لهم بيته وماركا. هذه هي بو يقول لك لقد قام ويسام بثلاث أجزاء وتطابة عادي. يا خالتي نحط لكم الرابط وانتم ما قرأوا، إذا رأوا عندي الرابط لأن والله غراني وطراني نزرب باش نجيب لكم هذه الأخبار. بو نجو هذه هذه الصفحة هذه وش تقول لك؟ بن رحمة يحصل على 7.5 وزوما بخمسة، تصنيف لاعبي ويست هام يونايتد في ديربي هزيمة ضد توتنهام هوتسبورت. وش يقول لك؟ التقى ويسام تططا مهمنيش ناناني هذا المساء حيث كان يتطلع للنتيجة الدقيقة 9 من سجلة تتضن أن يحوس غير على سعيد بن رحمة. وضعف هيونغ مين سون تقديم توتنهام في الدقيقة 24، لكن سعيد بن رحمة منح ويستهام شريان الحياة عندما وجد الشباك في الشباك بتسديدة جيدة في الدقيقة 35. دخل رجال ديفيد مويس في الشوط الأول يعني بنتيجة 2-1. يقول لك حصل بن رحمة على اسمه في ورقة التسجيل بتسديدة جيدة وتسبب في بعض المشاكل لمدافعي توتنهام. قدم أداء رائع اليوم سعيد بن رحمة. خوتي ما طوش عليكم وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.